في البداية عايزين نعرف من حضرتك يعني بداية كده قوام هذا المنتخب، يعني نوعية اللعيبة اللي موجودة فيه، وهل هم يعني انتوا اللي اكتشفتوهم ولا هم اللي تقدموا لجهة ما في وقت من الأوقات لغاية لما انتوا شكلتوا منهم الفريق؟ لا، الكلام ده بقاله أكتر من 25 سنة. بداية الدوري عملنا دوري ليهم، وبعد كده كان في بطولات خارجية ابتدينا نشترك فيها. كانت أول بطولة في البطولة الأمم العربية في الأردن، كنا واخدين محققين مركز ثالث. كان المدير الفني للمنتخب، وبعد كده التصفيات الأفريقية، وبعد كده المؤهل لكأس العالم، ودخلنا كأس العالم وخدنا حققنا مركز ثاني، وبعد كده مركز خامس، وبعد كده أولمبياد رابع وثالث، وبعد كده يعني ثالث أمم أفريقيا، والتأهل لأولمبياد الصوم في 22 إن شاء الله. بس أنا مش المدير الفني، لا، كابتن شوكت من الصوم دي. طبعا بحاول إن كان يعني إحنا كنا بنأدي كوادر إن هم يعني اللعيبة طبعا زيهم زي الأسواق بالظبط، بنقدم كوادر إن هم يتأهلوا مثلا ياخدوا دورات تدريبية، لأن دي حاجاتهم مستقبلا بتبقى ليهم. يعني أي واحد طموح بيبقى لاعب، بعد كده يبقى مدرب، بعد كده مدرب نادي، بعد كده مدرب منتخب، فبنساعدهم في حاجة زي كده. والحمد لله أول تحقيق للاعب مثلا منتخب مصر كابتن شوكت النجار إن هو بقى صعد يبقى مدير فني. كان في أولمبياد 2017 كان مدرب عام، السنة دي في أمم أفريقيا مدير فني منتخب مصر.